حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ان اسماعيل بن عبيد الله حدثه عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحه